أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله على جوانب اقتصادية رئيسية وضع لنا خارطة الطريق للاقتصاد الخمسين، وأكد على محاور بأن دولة الإمارات دولة منفتحة للعالم، دولة تتبع سياسة واضحة في جذب الاستثمارات وتنمية اقتصادها وصناعتها. ركز كذلك بشكل مباشر على القطاع الخاص، وقال أن القطاع الخاص جزء رئيسي من التنمية الاقتصادية للدولة، ويعتبر هذا اليوم نحن لنا خارطة الطريق تبني لنا اقتصاد مستقبل الخمسين، وتبني أيضا كذلك على مبدأ التشريعات والقوانين اللازمة يجب اتخاذها في الفترة القادمة لبناء هذا الاقتصاد. بتوجيه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي حفظه الله في أغسطس من عام 2020 بإطلاق استراتيجية التعافي والنهوض لاقتصاد دولة الإمارات، وكانت تقريبا تحتوي على 33 مبادرة. انقسمت هذه المبادرات على 3 مراحل رئيسية. المرحلة الأولى كانت مرحلة تثبيت انخفاض النمو الاقتصادي اللي صاب العالم في عام 2020، ومن ثم كانت المرحلة الثانية ضمنت تقريبا 11 مبادرة، وكانت التركيز كذلك على عملية التعافي للوصول، والمرحلة الثالثة اللي هي استدامة الاقتصاد الوطني والتركيز على اقتصاد أكثر نمو وأكثر استدامة وأكثر مرونة لمواجهة أي اقتصاد عالمي. فهذه المرحلة كانت جزء رئيسي من عملنا في العامين الماضيين. ركزنا مع الوزارات والجهات الحكومية الاتحادية كانت ولا المحلية والقطاع الخاص في هاي 3 مراحل رئيسية، وتم إنجاز في الفترة الماضية 33 مبادرة اللي تم اعتمادها في أغسطس من عام 2020، وركزت على بشكل كبير من النتائج لهذه المبادرات اللي وضعت في دولة الإمارات. التعافي منها كان قانون الاستثمار والشركات، منها قانون المعاملات التجارية الأخير، وقوانين أخرى وتشريعات أيضا كذلك ضمنت، من ضمنها كان ICV In Country Value، مبادرة طلعت من وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، مبادرات أيضا كذلك من المصرف المركزي، وغيرها أيضا كذلك من المشاريع الرئيسية اللي ضمنت. وآخر كانت مبادرة اللي هي التأمين ضد التعطل اللي أصدرت وزارة الموارد البشرية والتوطين. فالعمل كان وجهود جبارة على مستوى الوزارات والجهات الاتحادية، 33 مبادرة مش فقط على وزارة الاقتصاد، كانت على جميع الجهات الاتحادية المحلية، وركزت بشكل مباشر في كيفية الوصول إلى هذا التعافي. بإنجازنا لهذه المرحلة ولمرحلة أنه وصل اليوم اقتصادنا حقق نتائج تخطت عام 2019، أرقام تعدت 2019، مثلا تسجيل الشركات وصلنا لأكثر من 126% نمو عن عام 2016، أرقام كبيرة، أرقام نمو كبيرة. قطاعنا اليوم النمو الناتج المحلي لدولة الإمارات كان 3.8%، لكن الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي كان 5.3%، وهذا يعتبر نمو كبير لاقتصادنا، يعتمد بشكل كبير 70% على القطاعات الغير نفطية و 33% على القطاع النفطي. فجزئية رئيسية اليوم تركيز بشكل مباشر على استدامة القطاعات الاقتصادية للمستقبل لتمواجهة أي تداعيات مستقبلية، لمواجهة أي أزمات ممكن أنها تصيب العالم وتصيب الاقتصاد، لأن اقتصاد دولة الإمارات اقتصاد عالمي يعتمد بشكل مباشر على سلاسل التوريد العالمي. الاتفاقيات الثلاث أو الاتفاقيات أيضا كذلك في المستقبل في الشراكة الاقتصادية المتكامل بين الدول لها عائد كبير، عائد اقتصادي، عائد تنموي، وعائد أيضا كذلك في إنشاء مشاريع تجارية بينية بين الدول. الاتفاقيات الثلاث أو اللي جايات أيضا كذلك في المستقبل، نحن تقريبا تم الإعلان عن 8 اتفاقيات شراكة اقتصادية شاملة في الفترة القادمة، بيكون لها عائد كبير. يعني مثلا خلينا نأخذ على سبيل المثال اتفاقية مع الشراكة الاقتصادية مع جمهورية الهند، نرى أيضا كذلك بتنمي تقريبا اليوم من 40 مليار دولار تجارة بينية بيننا وبين الهند إلى نوصل تقريبا ل 100 مليار دولار تجارة بيننا وبين جمهورية الهند خلال 7-8 أو 10 سنوات القادمة. نرى أيضا كذلك اليوم اتفاقيتنا مع إسرائيل أيضا كذلك بتنمي تجارة بأضعاف الأضعاف اللي نشوفها نحن في النمو
في الفترة القادمة، بيخلق وظائف أيضا كذلك بين الطرفين بين الدولتين، بيخلق أيضا كذلك أفكار وابتكارات ومشاريع مبتكرة في عملية توفير العمليات. التحدي اللي يواجه العالم تحدي سلاسل التوريد اليوم بالتحرك الجيوسياسي والاقتصادي العالمي اللي صاير، في تحدي في ضغط كبير على سلاسل التوريد العالمية، ويتطلب منا نحن في دولة الإمارات وجهاز صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد وأخي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد الحكام إلى كيفية اليوم تكون دولة الإمارات دولة رائدة في عملية إعادة تصميم وهندسة سلاسل التوريد العالمية، وأن دولة الإمارات اليوم لها مقومات رئيسية وتاريخية في موضوع اللوجيستكس واللوجستيات العالمية والموانئ والمطارات والطيران أيضا كذلك. فيجب أن اليوم نستفيد من هذه البنية التحتية القوية اللي تم بناءها خلال 50 سنة الماضية لإعادة تصميم صناعة سلاسل توريد تخدم دولة الإمارات والمنطقة والعالم، تكون هي البوابة لأفريقيا والبوابة لآسيا وشرق آسيا وغيرها. من أهم التشريعات اللي صدرت في الأعوام الماضية العامين الماضيين المصرمين كان أهم اللي هو قانون الشركات، وأعطى تملك الأجنبي 100% في قطاعات مختلفة في أنحاء الدولة، وأعطت مهام التنفيذ على مستوى الجهات المختصة المحلية والقطاعات أيضا كذلك على جهات مستوى المحلات المستوى المحلي. يعتبر هذا القانون بشكل عام أعطى دفعة قوية، والدراسات الأولية الاقتصادية أثبتت أن هذا القانون والتعديلات اللي صارت عليه مثل صمام الوريد للقلب، أعطى انتعاش للاقتصاد الوطني وأعطى أيضا كذلك. وبينت هذه الأرقام عند زيادة 126% زيادة في عدد تسجيل الشركات، بيّن هذه اليوم نتائج ونجاح القانون في عملية أن ضخ الاستثمارات الأجنبية المباشرة في الدولة من قبل توجد هناك تشريعات مرة. كذلك الإقامة الذهبية والتشريعات المتعلقة بالإقامة ودخول الأجانب أيضا كذلك، تعرفنا على في ثاني يوم عملنا في وزارة الاقتصاد بأن أي اقتصاد يعتمد بشكل مباشر على الموارد البشرية، وأن النفط الحقيقي للاقتصاد فهي الكفاءات الوطنية والكفاءات لهذا العمل. فكيفية اليوم الاستثمار، استقطاب المواهب، بناء المواهب من مواطنين من كليات والجامعات، بنينا كذلك نحن اليوم مبادرات ومشاريع مع تقريبا 4 جامعات وطنية لبناء المواطن في قطاعات اقتصادية مهمة، وكذلك إشراك المواطنين في هذه الدراسات واستثمار فيهم لمجالات اقتصادية نطلبها في وزارة الاقتصاد وكل الوزارات اليوم في دولة الإمارات. فالعمل الرئيسي لأي اجذاب استثمار أجنبي يركز بشكل مباشر على التشريعات وكذلك على المواهب المتوفرة في دولة الإمارات، وتوجد لها مواهب رئيسية فيها. القطاع السياحي في دولة الإمارات تقريبا 15% من الناتج المحلي الإجمالي، ويعتبر جزء رئيسي من قطاعنا في دولة الإمارات. تتمتع دولة الإمارات ببنية تحتية سياحية كبيرة وبناقلات وطنية عديدة وكذلك متوسعة، تجذب الاستثمارات وتجذب السياح لدولة الإمارات من هذه القطاعات الرئيسية. فاليوم نحن في السنتين الماضيات واجه قطاع السياحة العالمي تحدي عالمي كبير في ظل وجود جائحة كوفيد-19 أثرت على قطاع السياحة العالمي بشكل أكبر، لكن في دولة الإمارات رأينا نمو طبيعي للسياحة. فتركز العمل في الفترة الماضية في قطاع السياحة على كيفية تنشيط السياحة الداخلية لدولة الإمارات، زيادة نسبة المقيمين والمواطنين من السياحة الداخلية، فشفنا نمو كبير، شفنا عائدات رجعت لأرقامها الطبيعية لعام 2019 وأكثر، ونعتبر أن 2022 وما بعد بتكون أعوام انتعاش كبير لقطاع السياحة في الدولة. التحديات اللي مثل ما ذكرناها عالمية، تحدي موضوع التضخم عالمي، لكن دولة الإمارات بتوجيهات قيادتها الرشيدة في اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة مع 3 دول والمشروع التوقيع مع أكثر من دول أيضا كذلك في المستقبل، سيتيح للأسواق المحلية وفرة في المنتجات، وفرة في البضائع اللي ممكن تدخل الدولة وتغطي الطلب الزائد على هذه الاستهلاك، فبيخفض التحدي في ارتفاع الأسعار في المستقبل.
عملنا بشكل رئيسي مباشر في مفاوضاتنا مع هذه الاتفاقيات العالمية والشراكات الاقتصادية الشاملة على وفرة منتجات لها احتياج رئيسي في الدولة، وعند توفرها ستنخفض التكلفة على هذه المنتجات وبتخفض عملية الإرشاد أيضا كذلك. عمل وزارة كبير وفي حماية المستهلك، كذلك التحدي اللي يواجه حماية المستهلك جدا مهم. عقدنا أول اجتماع للجنة العليا لحماية المستهلك لهذا العام، وضعنا أيضا كذلك هذا في الأسبوع الماضي وضعنا كذلك فيه إطار واضح في عملية نضع دليل إرشادي للمستهلكين لحمايتهم، وكذلك تعزيز الدور قنوات الاتصال والإعلام فيه. كذلك مهم جدا أن في حماية المستهلك اللجنة العليا لحماية المستهلك ضمت أيضا كذلك أعضاء من قطاعات مختلفة من خبراء مختصين في حماية المستهلك لإبراز دور وما هي الآليات المستقبلية الجديدة اللي ممكن نضعها في خطة العمل لهذه اللجنة.